ازاي بتشتغلوا وازاي بيتم تكوين الفرقه ديت عشان توصل لمرحله مهمه جدا بعد كده مع الفريق الاول اللي هتنافس على كل البطولات. وطبعا غير تمرين فرق يعني اظن كل لعيب او اتكلم عن نفسي بتمرن لوحدي طبعا، بابا بنزل اتمرن لوحدي بشوط مثلا حاجات الانديفيدوال. طريق خيري انا مش محتاج اخد برايفت في حته، انا معايا طريق خيري. يعني غير تمرين الفرق المفروض كل واحد بينزل يتمرن لوحده يشوف ايه اللي ناقصه يحاول ينمي مهاراته. ده غير طبعا معانا كابتن مروان معد بدني، وطبعا كابتن محمد اشرف بيمرن الصبح وبالليل ويعني كده. طيب في الفتره بتاعت الشباب دي دلوقتي بقينا نسمع الكلام كتير قوي طول الوقت عن فكره انه اللعيبه المصريين في الباسكت يعني ممكن يطلعوا يحترفوا بره، يروحوا دوري جامعات في الولايات المتحده. هل الكلام ده بتسمعوه بقى كتير وبتشتغلوا عليه انه تطلعوا بره، ولا انتوا بتبقوا مركزين بس مع فريقكم؟ يعني في ناس بتسمع الكلام ده وتسافر، ويعني في ناس بتقعد. انا واحد من اللي قعدت، يعني شايف ان هنا في النادي الاهلي مستقبل، واظن ان هنا ان اطلع العب درجه اولى مع كوتش جوست طبعا احسن من بره. دي احسن من بره؟ معلش انا بكلمك برضو بصوت واحد بتاع كره قدم، يعني اللي هو لما نيجي كل شويه نقول لك ايه يا عم اطلع بره يا عم احترف وبتاع، ليه احسن من بره؟ فهمني برضو. يعني كوتش جوستي برضو يعني اظن اول ما جه كان في ناشئين كتير بتتصعد، يعني هو مهتم بالحته دي، فدي حاجه يعني كويسه ان هو بيصعد ناشئين. حتى في اول سيزون السنه دي كان في ناشئين كتير متصاعده من فرقتي وكان منهم انا، واظن ان احنا بعد ما نرتبط هنرجع كمان يعني. هاي.